هو أضخم مفترس بري على وجه الأرض، آلة قتل شبه كاملة. على مر العصور دخل الدب القطبي في صراع على البقاء مع الفقمة المحلقة الماكرة. تعتمد الفقمة على مقاربة تكتيكية، بينما يعتمد الدب على التخفي والقوة الغريزية. إنها معركة سلوك تنافسي، معركة الميكانيكية الحيوية، كما سنراها في برنامج أنا وحش. في هذا اليوم من أواخر أيام الشتاء في دائرة القطب الشمالي، تمكن الدب القطبي من اصطياد فقمة محلقة، معتمداً ليس فقط على أسنانه ومخالبه القاتلة، بل أيضاً على الصبر. بقي دون حراك لساعتين ينتظر الفقمة لتخرج رأسها من حفرة في الجليد. خلال فترة الانتظار تحمل الصقيع القارس، إذ هبطت الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر، وتحمل الريح التي بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة. لكن هذا الدب متكيف على نحو مذهل مع هذه الأحوال الجوية، حتى إنه ينمو ويزدهر في أكثر المناخات قسوة على وجه الأرض. جسمه معزول بحيث لا تخرج منه الحرارة، كل دفئه يبقى محصورا عميقا داخل جسمه لكي يحميه من صقيع القطب الشمالي القاتل. إنه مزود جينياً بنظام طبقات سميكة تعزله عن الخارج وتحميه. طبقة دهنية سمكتها 10 سنتيمترات تكسو جسمه، وهي حصيلة التهامه لمئات من الفقمات الغنية بالشحوم. ينتشر هذا الدهن تحت طبقة جلدية سميكة سوداء اللون وليست بيضاء، وهي تمتص أشعة الشمس فتولد الحرارة. تكسو هذا الجلد طبقة من الشعر القصير والكثيف سمكتها 5 سنتيمترات، وهي أشبه بكنزة صوفية سميكة تحبس الحرارة في الداخل وتبقي الدب دافئا. وفوق كل هذا المعطف الشتوي الأهم 12 سنتيمترا من الفراء الخارجي القاسي المضاد للماء بالكامل. على الدب أن يتزود بأكبر قدر غذائي ممكن من فريسته، فهو يتوجه مباشرة نحو دهن الفقمة الذي يتحول إلى مقدار كبير من الطاقة. دهن الفقمة البالغة الكبيرة الحجم يحتوي على أكثر من 100,000 وحدة حرارية. وهذا الدب القطبي البالغ طوله 2.5 متر ووزنه أكثر من 500 كيلوغرام يستهلك ما معدله 16,000 وحدة حرارية في اليوم، أي أكثر مما يحتاج إليه إنسان على مدى أسبوع كامل. على الدب أن يأكل ما يعادل فقمة واحدة كل 5 أيام لكي يتزود بالدهن الكافي ويبقى حياً على مدار السنة. لكن حتى لو استخرج كل ما في هذه الفقمة من دهون، فسيكون عليه أن يصطاد واحدة أخرى قبل أن ينتهي الأسبوع، وذلك حفاظاً على مخزونه من الطاقة. خلال الأيام القادمة سيكون على هذا الدب أن يجوب البقاع المتجمدة بحثاً عن وجبته التالية.
ولكن في دائرة القطب الشمالي الشاسعة تعيش الفقمات المحلقة بمعدل 2.5 في كل كيلومتر مربع واحد، وهذا أشبه بالبحث عن 23 فقمة فقط في كامل جزيرة مانهاتن. والأسوأ من ذلك هو أنه إذا عثر عليها فسيكون بينه وبين وجباته الماكرة هذه طبقة جليدية قاسية تبلغ سمكتها مترا كاملا. تحت هذا الجليد تستطيع الفقمة أن تسبح على نحو دائري حول الدب القطبي، وهي تمضي 90% من حياتها تحت الماء. لكن الفقمات المحلقة هي من الثدييات، وعلى الثدييات أن تصعد إلى السطح لكي تتنفس. لذا فكل نفس ثمين قد يؤدي بها إلى الموت. للفقمة ميزة تصب في مصلحتها، فالدب لا يعرف أين ستظهر. يمكنه أن ينتظرها عند حفرة واحدة فقط، ومع وجودها بمعدل 2.5 في الكيلومتر المربع الواحد فهي تستخدم 12 ثقبا مختلفا للتنفس، ولا تتنفس من الثقب ذاته كل مرة تحتاج فيها إلى الهواء، مما يرغم الدب على خوض لعبة تخمين. إنها لعبة رولات روسية تعرض من خلالها الفقمة حياتها للخطر كل مرة تخرج فيها للتنفس. ها قد عاد هذا الدب لينتظر مرة جديدة ولساعتين تقريبا فوق حفرة واحدة، محاولا أن يعرف مسبقا مكان ظهور الفقمة. أفضل استراتيجية هي الانتظار دون حراك حتى تظهر الفقمة، دون حتى أن يحرك مخالبه فوق الجليد. تعرف هذه الطريقة بالصيد عن طريق الركود، عليه أن يبقى ساكنا، لأن أصغر حركة يأتي بها ترسل ذبابات إلى الماء عبر الجليد وتحت الماء، فيلتقطها شاربا الفقمة اللذان يحتويان على ألياف عصبية أكثر بعشر مرات من تلك التي في شاربي القط، فتشعر من خلالهما بوجود الدب دون أن تراه. عشر دقائق تقريبا مضت على وجود الفقمة المحلقة تحت سطح الجليد دون أن تصعد لتتنفس. إنها تبحث عن ثقب تصل من خلاله إلى الهواء. فوق الجليد يربض الدب القطبي فوق أحد ثقوب التنفس. لقد مضى أسبوع على آخر وجبة تناولها، لم يتمكن من الوصول إلى الحفرة المناسبة في الوقت المناسب، وهو يخسر أكثر من لعبة التخمين. لقد بدأ يستهلك من احتياطي الدهن الذي لديه، وموسم الصيف الذي يصبح نحيلا خلاله هو الآن في بدايته. إن خسر الدب القطبي الكثير من الفرص فلن يتمكن من النجاة. هذا ليس سهلا بالنسبة إلى الدب، فخلال 90% من المرات التي يربض فيها منتظرا عند حفرة تنفس يفشل في الصيد، لكن المرات العشرة التي يحصل فيها على فقمة يكون انتظاره قد استحق العناء، فالفقمة الواحدة تحتوي على دهون تكفيه أسبوعا كاملا. لكن ليس هناك مكان للخطأ. عندما تخرج الفقمة لتتنفس عليه أن يلتقطها في لحظة خاطفة، عليه أن يتحرك على الفور ما إن تخرج الفقمة أنفها. الدب يعرف أن الصوت الخافت الذي يرافق التنفس يعني أن لديه 70 جزءا من 1000 من الثانية لكي يتحرك ويقبض على الفقمة.
أخيرا قام الدب القطبي بخطوته، لكنه لم يوفق. قام بعمله بطريقة صحيحة، اختار الثقب الصحيح وانتظر بصبر دون حراك، وجاء رد فعله 4 مرات أسرع من رمشة العين. لماذا إذن لم يتمكن من التقاط الفقمة؟ لأن سرعة بلوغ الثقب لا تهم عندما يكون الثقب فارغا. لقد قامت الفقمة في هذه المعركة من أجل البقاء بتكتيك قد تتحول فيه سرعة تحرك الدب المذهلة إلى سلاح يستخدم ضده. تتوقف الفقمة قبل وصولها بقليل إلى فوهة الثقب، وتسفر الهواء مرسلة بذلك فقاعات إلى السطح، فيخدع الدب ويشن هجومه كاشفا عن وجوده. عندها تعرف الفقمة في جزء من الثانية أن الثقب غير آمن، وتعود سالمة إلى الماء. إنه انتصار للفقمة، لكنها لا تزال في خطر. لم تتنفس الهواء من خلال فتحة التنفس، وهي تستهلك الكثير من الطاقة خلال هروبها، مما يرهقها ويضعف مخزونها من الأكسجين الذي بدأ ينفد. عليها أن تصل إلى الهواء. فهذه الفقمات بارعة في معرفة مكان الثقوب وفي العثور على الهواء، لكنها أحيانا لا تجد ثقبا تتنفس من خلاله، وفي بعض الأحيان تتعرض للمتاعب. في دائرة القطب الشمالي تتجمد المياه أسرع من أي مكان آخر على سطح الأرض. يتحول السائل بسرعة إلى جسم صلب في حرارة تهبط إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. تعود الفقمة إلى واحد من ثقوب التنفس، لكنه تجمد فعلقت تحت الجليد الذي يحميها من الدب القطبي. وبما أنها لا تستطيع البقاء دون تنفس لأكثر من 1 دقيقة أخرى، فليس لديها الوقت الكافي للوصول إلى ثقوب أخرى. ليس أمامها سوى العودة إلى مسرح الجريمة، إلى الثقب حيث تمكنت من خداع الدب القطبي من قبل. الفقمة الآن أمام الموت أو أمام قرار بالموت. إما أن تموت غرقا، أو أن تموت بين فكي الدب القطبي. تمكنت الفقمة من التنفس ونجت بنفسها. الدب القطبي هجر الثقب وراح يبحث عن شيء يسد به جوعه الذي بدأ يشتد مع مرور الوقت. لقد خسر وجبة، وها هو مستمر في خسارة وحداته الحرارية الاحتياطية، وهي الحيوية التي يحتاج إليها لتمضية أشهر الصيف. جاب كيلومترات عديدة دون أن يجد ما يأكله. عندما لا تعصف الريح بقوة ليتطاير الثلج، يبقى الهدوء مسيطرا على المكان، لأنه لا يوجد شيء ليتحرك بفعل الهواء، وقد يسود السكون والهدوء لعدة أيام. في هذا السكون القاتل قد تنتقل الأصوات لكيلومترات عدة. ها هو صوت بعيد يثير انتباه الدب.
أخيرا رأى مصدر الصوت، دب آخر، إنها أنثى. عادة لا يهتم بها عندما يكون جائعا، لكننا الآن في مطلع فصل الربيع موسم تزاوج الدببة القطبية، وهو الآن مستعد لملاحقتها. لكن ما إن بدأ يقترب من الأنثى حتى بدأت المنافسة. دب آخر يتحدى من أجل الحصول على حق التزاوج. قد تتمكن هذه الوحوش من تمزيق الخصم وتقطيعه إربا إربا. لمسة مخالب مسننة حادة كالخناجر بطول 10 سنتيمترات وسماكة 3 سنتيمترات تستطيع أن تنتزع أجزاء من لحم الخصم. إذا تعرض أحد الدبين لإصابة فستتعرض قدرته على الصيد للخطر، وهذا يعني أنه قد يواجه الجوع. لذا فإن هذا القتال هو أكثر من قتال للتهويل. تتصل أسنانه المتراصة 42 بفكين، هما من الأقوى على وجه الأرض. العضة بقوة تفوق 200 كيلوغرام، وهي أقوى من عضة الأسد. أما هنا فهما لا يستخدمان سوى جزء صغير من هذه القوة. كل واحد من هذين الخصمين الهائلين يستطيع أن يهاجم بقوة تفوق 1900 كيلوغرام، وهذا أشبه بسيارة تصطدم بجدار بسرعة 65 كيلومترا في الساعة. أما في هذا الاستعراض فالأمر أقرب إلى المصارعة منه إلى الارتطام بسرعة عالية. مخالب الذكر وأسنانه وقوته كلها تثير الخوف لدى المتحدي فيستسلم. وعندما يبسط الذكر سيطرته ينتقل لمغازلة شريكته. فيبقيان معا ويتزاوجان لمدة أسبوع. يتزاوجان ويبقيان معا، لكن الأمر لا يطول كثيرا لأنهما على الأرجح لا يستطيعان النجاة إن بقيا معا وقتا أطول. فالطعام نادر لدرجة أن كل دب يحتاج إلى منطقة واسعة بما يكفي للحصول على الطعام اللازم. بعد الانتهاء من التزاوج يفترقان ليكمل كل واحد منهما رحلته وحيدا عبر بقاع القطب المتجمد الشمالي بحثا عن الطعام. لقد أشبع رغبته الأساسية بالتزاوج، لكن معركة الفوز بشريكته قد كلفته طاقة لا يستطيع تحمل خسارتها، لأنه قد تخلف هذا الشتاء عن اصطياد حصته الضرورية من الفقمات. إنه يحرق آلاف الوحدات الحرارية كل يوم دون الحصول على شيء. والأسوأ من ذلك إن فصل الصيف قد شارف على نهايته، وأكثر من نصف الجليد القطبي البالغة مساحته 15 مليون متر مربع قد ذاب، فاختفت معه حقول صيد الدب من تحت أقدامه. في فصل الصيف تتضاءل فرص الحصول على الفقمات، لأنها تكون في الماء تسبح بعيدا عن متناول الدب. لذا فالصيف هو فصل صعب بالنسبة إليه. يجوب الساحل الذي تضربه الريح بحثا عن شيء يأكله، والجوع يكاد أن يقضي عليه، لكنه لا يجد شيئا. لم يعد قادرا على الصيد. سيكون عليه تمضية فصل الصيف في البحث عن أشياء صغيرة يقتات بها ويسد بها جوعه، كالبيض والأعشاب البحرية. عندما عاد الشتاء أخيرا وعادت المياه لتتجمد من جديد، كان احتياطي طاقته قد استهلك. لقد خسر 250 كيلوغراما من وزنه و10 سنتيمترات من الشحم العازل تحت جلده. الدب القطبي الآن نحيل جدا وسيتجمد في البيئة التي
يستطيع حتى أن يستجمع الطاقة اللازمة لكي يستمر في الصيد. لقد خسر شحمه ووحداته الحرارية، سوف يموت فوق سهول القطب الشمالي الشاسعة. قد يكون هذا الدب قد خسر معركته الأخيرة، لكن جزءا منه لا يزال حيا. لقد تزاوج منذ 8 أشهر، وولد الديسمان الصغيران في كهف محفور في الثلج على بعد 80 كيلومترا. سيترعرعان في الجحر 3 أشهر حتى يصبحا قويين بما يكفي لكي يجوبا أراضي القطب الشمالي. بعدما وضعت الأنثى صغيريها، باتت بحاجة إلى اصطياد ضعف ما تحتاج إليه الأنثى العادية لاستعادة 200 كيلوغرام من الدهون، تلك التي استهلكتها خلال موسم وضع الصغيرين. لكن مخزون الدهون لدى الأم قد نفد بعد 8 أشهر من الصوم. عليها الآن أن تحول اهتمامها من الأمومة إلى الصيد. والطبيعة تضع أمامها الكثير من الفرائس. إنه موسم ولادة الفقمات المحلقة، ومجموعات إناث الفقمات الحبلة تخرج من المياه الآمنة لتضع صغارها. إن لم تبادر أنثى الدب إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتزيد وزنها، فقد تضطر إلى اللجوء إلى تدبير وحشي قاس لكي تنجو. سوف تأكل صغيريها. على بعد أكثر من كيلومتر خرجت إلى الجليد فقمة محلقة وهي حبلى. على الرغم من وجودها خارج الماء، إلا أن الفقمة الأم تعرف غرائزيا كيف تعطي نفسها وتعطي صغارها فرصة للقتال. هذه الفقمات تتمتع بالذكاء، وجدت عدة وسائل لكي تنجو وتعيش في القطب الشمالي. سوف تخرج من ثقب التنفس الذي تكدس فوقه الثلج بفعل الرياح، وستحفر كهفا ثلجيا تختبئ فيه صغارها وتبقى آمنة بعيدا عن الخطر الرئيسي الذي يمثله الدب القطبي المفترس. تبدأ بحفر غرفة واحدة مركزية مصممة لحمايتها هي وصغيرها من عناصر الطبيعة. ومع أن الحرارة في الخارج قد هبطت إلى 26 درجة مئوية تحت الصفر، إلا أن الحرارة في الملجأ هي صفر فقط. لكن الأهم من هذا هو أن الفقمة البارعة تصنع عدة أماكن تختبئ فيها، مما يزيد فرصها في النجاة. إن هاجم دب قطبي الغرفة الخطأ، فسيكون أمام الفقمة فرصة لكي تهرب إلى المياه. تختبئ الفقمة تحت متر كامل من الثلج، بحيث لا يستطيع الدب القطبي رؤيتها. لكن تخفيها لا يعني أنها لا تهزم، لأن أنثى الدب تتوجه مباشرة نحوها. تقوم الفقمة المحلقة بإرضاع صغيرها حديث الولادة، وهي لا تعرف أن أنثى الدب قادمة نحوها، وقد أصبحت على بعد كيلومتر من المخبأ. نرى أنثى الدب ترفع أنفها ثم تتخذ اتجاهاً معيناً. يتطلب تعاقب الفقمة بعد التحرك بحسب اتجاه الرائحة. وهي تعتمد فقط على حاسة الشم الخارقة التي لديها، ما إن تحدد مكان مصدر الرائحة حتى تتوجه نحو الهدف كما تفعل الحيوانات الأخرى.
إن الغشاء المخاطي في أنفها هو أكبر بمئة مرة من ذلك الذي في أنف البشر، وهو مكسو بملايين اللواقط الكيميائية، وكل لاقط يعمل كهوائي ويلتقط الروائح، تمكنها حاسة الشم لديها من التقاط رائحة الفقمة من على بعد أكثر من كيلومتر حتى لو كانت على عمق متر تحت سطح الثلج. تتعقب رائحة الفقمة بمهارة غرائزية، لكن عليها أن تتحرك ببطء وهدوء. عندما تبحث الدبابة عن هذه المخابئ الثلجية يكون أمامها وقت محدد لكي تتحرك وتصل إلى المخبأ وتدخله وتحصل على وجبتها، لكنها هادئة جدا ومتخفية، لذا فالانتظار قد يطول دقائق عدة، ربما 10 دقائق، 20 أو 30 أو 40 دقيقة أو ربما أكثر، لكن ما أن يصل الدب إلى المخبأ حتى يهاجم بسرعة فائقة. يحاول الدب أن يدخل المخبأ بأسرع ما يمكن، إنها أشبه بلعبة القط والفار. تحاول الفقمة أن تبقى متيقظة في حال وجود تهديد محتمل من حيوان مفترس ما أو من دب قطبي، والدب يحاول أن يبقى متخفيا طالما استطاع ذلك حتى تدق الساعة 00 ويشن هجومه ويدخل الكهف الصغير تحت الثلج. الفقمة الأم فائقة الحساسية حتى أمام أضعف الأصوات التي يصدرها تحرك أنثى الدب، وهي مستعدة للاستجابة لحظة شعورها بالخطر. أمامها على الأرجح ثوان قليلة، فالأنثى سريعة الحركة وتستطيع الانتقال من المخبأ إلى المياه خلال هذه الثواني، لكن الصغير لا يستطيع التحرك بسرعة. أنثى الدب تقترب، لكن رائحة الفقمة منتشرة في كل الغرف، لذا فهي غير قادرة على تحديد مكان الفريسة، وعليها بالتالي أن تختار غرفة وتهاجمها. انقضت أنثى الدب على الغرفة الخطأ، فتمكنت الفقمة من خداعها داخل مخبئها المعقد. قد يمنح الملجأ المتعدد الغرف ثواني ثمينة تمثل بالنسبة إلى الفقمة الفرق بين الموت والحياة. فجأة أصبح على الأم أن تتخذ أصعب قرار في حياتها، إما أن تنجو بنفسها وإما أن تحمي مولودها الصغير. البقاء قد يعني الانتحار لكليهما. أخيرا تترك صغيرها. قد يبدو هذا ربما سلوكا وحشيا بالنسبة إلينا، لكنها استجابة منطقية بامتياز قامت بها. إن نجا صغيرها فستعود إليه ليبقيا معا، لكنها في هذه الحالة ستنجو بنفسها وستكون أمامها عدة فرص لإنجاب صغار أخرى. بقي صغير الفقمة وحيدا، وبلمح البصر انتهى كل شيء. نهشت أنثى الدب صغير الفقمة وأمسكت به، فأمنت بذلك وجبة لديسميها الصغيرين. لكن للأسف الجرو هزيل ونحيل جدا، 9 كيلوغرامات فقط لا يحتوي على ما يكفي من الدهون، وقد تكون استهلكت وحدات حرارية أكثر مما كسبت. إن التهام أنثى الدب القطبي وصغيريها لصغير الفقمة هو أشبه بحصولك على رشفة من الماء بعد أن تكون قد جبت الصحراء لأسبوع، لكن البقاء على قيد الحياة في بيئة كهذه يتطلب تغذية أكثر بمرات عديدة من صغير الفقمة. في هذه الحالة سيكون عليها قتل عشرات من جراء الفقمات لكي تشبع نفسها دون أن نذكر ديسميها. هذا عمل كثير لا يحتمل الكثير من الأخطاء، وإن تلاشت قواها فالصغيران سيموتان،
وإن كانت تأمل عدم الوصول إلى حيث تضطر إلى افتراس صغيرها، فسيكون عليها افتراس شيء أكبر حجما. طاقتها تتضاءل، عادت تبحث عن طعام من جديد، آملة أن تجد تحت بقاع الثلج والجليد الشاسعة هذه فقمة تصطادها على غفلة. نجد أن هناك تأقلما هاما مع هذه البيئة كبناء مخابئ للصغار تحت طبقة الثلج، وهي التي تتيح لها أن تنجو وتستمر في هذه البيئة بمواجهة مفترس مروع. إنها تلتقط رائحة الفريسة وتتبعها نحو بقعة ثلجية على بعد أمتار قليلة. تربض فقمة بالغة وحيدة بصمت في جحرها الثلجي. أنثى الدب وصغيراها بحاجة ماسة إلى الوحدات الحرارية والدهون الموجودة في جسم هذه الفقمة. ها هي تتحرك بحذر شديد، لأن الفقمة على عكس تلك التي معها صغيرها لن تتردد في الفرار لحظة شعورها باقتراب المفترس منها. الديسمان الصغيران لا يملكان الخبرة ولا يعرفان أن عليهما التزام الهدوء. لقد شعرت الفقمة بوجودهما. الآن لم يعد وسع الأم سوى مراقبة الفقمة وهي تهرب إلى ثقب التنفس، حيث لا تستطيع الوصول إليها. لكن أنثى الدب رأت الفقمة متوجهة نحو المياه المكشوفة، وما زالت أمامها فرصة للقبض عليها إن تمكنت من استدراجها إلى حافة الجليد. جسدها مصمم بشكل مثالي للمناورة فوق الجليد حتى في حالة العدو السريع. يحتوي كفاها على مئات من المطبات الصغيرة القاسية التي تتمسك بواسطتها بالجليد، وهي كالأسنان في عجلات العربات الثلجية، مما يمنحها ثباتا وعزما خلال تنقلها فوق الجليد. على الرغم من وزنها البالغ 270 كيلوغراما، إلا أن سرعة أنثى الدب القطبي في الركض هي أعلى من سرعة الفقمة في السباحة. لكنها إن لم تتمكن من توجيه الفريسة نحو الحافة فسينتقل الصيد إلى تحت الماء، حيث يصبح من المستحيل التقاط الفقمة. خلال هجومها تحت الماء تسبح أنثى الدب بسرعة عشرات كيلومترات في الساعة مطاردة فريستها. لكن فجأة تغوص الفقمة. مستخدمة مهارتها المتأقلمة مع هذه البيئة وللحفاظ على طاقتها، ينخفض خفقان قلبها من 80 نبضة في الدقيقة إلى 10 نبضات فقط. تغوص عميقا إلى حيث تصل درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية، لكنها تحافظ على دفئها الداخلي من خلال تحويل تدفق الدم من أطرافها باتجاه قلبها ودماغها. تغوص إلى عمق 50 مترا تقريبا فتنهار رئتاها، وهذا تحول يقضي سريعا على أي من الثدييات البرية. إن جسمها مصمم لكي تفرغ رئتيها من الهواء فتصبحان مسطحتين بحيث لا تلتويان، وهذا يمنع تشكل القاتل لفقاعات النيتروجين في مجاري الدم، والذي يحدث نتيجة الغوص عميقا أو عند الصعود بسرعة نحو السطح. تغطس الفقمة إلى 3 أضعاف العمق الذي يبلغه غطاس سكوبا، وتبقى في الأسفل 20 دقيقة تقريبا. وحين تعود إلى السطح يكون الدب القطبي قد رحل.
بعد خسارتها وجبة محتملة أخرى. بدأت أنثى الدب تخسر طاقتها سريعا. قد لا يطول بها الأمر قبل أن تتوقف عن حماية صغيريها وتصبح مرغمة على أكلهما. عليها الآن أن تصطاد فريسة كبيرة. لقد سمعت ضجيجا قادما من بعيد، وهو قوي لا يمكن لفقمة محلقة أن تحدثه. اكتشفت على الفور أن وجبة ضخمة تربض تحت قدميها، وهي كافية لإطعامها هي وصغيريها لشهر كامل. 20 طنا من لحم الحيتان. مجموعة من الحيتان البيضاء عالقة في فتحة جليدية ضيقة، غير قادرة على حبس أنفاسها وقتا كافيا كي تصل إلى مياه المحيط. وهي تخرج تكرارا إلى السطح من أجل الهواء، معرضة بذلك حياتها للخطر. لكن كيف ستستطيع اصطياد حوت طوله 3.5 متر ووزنه 1300 كيلوغرام؟ لكي تقتله عليها أن تسحبه إلى سطح الجليد وتمزق جلده وتقطعه، وهذا عمل يتطلب الكثير من الجهد والطاقة. عليها الآن أن تقرر هل شحنة الدهون هذه التي تحتوي على أكثر من 1,000,000 وحدة حرارية تستحق بذل المزيد من الطاقة التي شارفت على نهايتها؟ تتحرك أنثى الدب لترى عن قرب. تعرف الحيتان البيضاء أنها تنتظرها فتحاول البقاء تحت الماء، لكن عليها أن تخرج بين الحين والآخر لكي تتنفس. تمكنت من غرز مخالبها في ظهر الحوت، لكنها لا تستطيع أن تمسكه وتتشبث به. قد تكون قادرة على مصارعة الحوت وسحبه إلى سطح الجليد إذا تمكنت من إرهاقه قبل أن ترهق نفسها. بالنسبة إليها الطاقة هي كالمال، وكما نحاول نحن استخدام أموالنا بطريقة حكيمة، فهي تحاول أيضا استهلاك الطاقة بالطريقة الأكثر حكمة. إن قتل حوت الآن سيؤمن لها ولصغيريها مؤونة الصيف، لكنها لا تستطيع أن تستجمع قواها من أجل سحبه إلى خارج الماء. لقد أنهكها التعب بعد هذا الهجوم. استهلكت قدرا من الطاقة بحيث لم يعد لديها سوى ما هو كاف لصيد واحد فقط. أفضل ما يمكنها الحصول عليه الآن هو فقمة محلقة بالغة، فهي تتطلب جهدا أقل مما يتطلب صيد الحوت البالغ وزنه 1,300 كيلوغرام، وتحمل وحدات حرارية أكثر مما يحمل صغير الفقمة الهزيل. لكن عليها أن تستخدم كل مهاراتها كمفترسة لكي تتمكن من تحليل كل حركة وكل رائحة وصوت. إن فرص الحصول على وجبة قد باتت ضئيلة، وهي لم تعد قادرة على شن هجوم مضمون النجاح. التقطت أذنا أنثى الدب القطبي الحساستان صوتا ما. إنها تحاول فك رموز الأصوات البعيدة التي تصلها. صوت خدوش وخشخشة وحفيف. تتعقب الأصوات وتغير مسارها باستمرار لكي تتوجه نحو مصدر الضجيج.
تستطيع سماع أصوات خافتة أقل مما يسمع البشر بعشرة ديسيبال، أصوات لا نستطيع نحن أن نسمعها، وهي قادرة على تحديد مصدر هذه الأصوات ضمن درجة واحدة، أي أدق مما يستطيع أي جهاز من صنع الإنسان أن يفعل. تستطيع أذناها رصد صوت من تحت الثلج على بعد 15 متراً. إنها فقمة محلقة، تسمعها أنثى الدب وهي تحفر. تستخدم الدبابة هذه الهمسات المترددة صداها عبر الجليد لكي تحدد من خلالها نقطة الهدف. سطح المخبأ مكسو بالجليد وسماكته أكثر من 1.5 متر، من المستحيل اختراقه. الفخمة مختبئة تحت طبقة سميكة من الجليد والثلج الصلب، فكيف تمكنت أنثى الدب من قتلها؟ اعتمدت فقط على قوتها. سحقت السطح الجليدي فانهار بفعل قوة بلغت 1000 كيلوغرام. ومن خلال مطاردة عن مسافة سنتيمترات قليلة، ارتكبت الفقمة خطأ قاتلا قضى عليها. لقد هربت في اتجاه مسدود. أنثى الدب غير قادرة على بلوغ الفقمة، تراجعت قليلا وأعطت بذلك فرصة ثانية للفقمة لكي تهرب. وبدلا من أن تنطلق الفقمة مسرعة في الاتجاه المفتوح خلفها، دفعت بنفسها عميقا داخل الغرفة المسدودة. حصلت أنثى الدب القطبي على ثوان إضافية لكي تنقض من جديد على مصدر صوت الفقمة وهي تتحرك، فكان هذا الوقت كافيا لاصطياد الفقمة والقبض عليها. غرزت أنيابها البالغة طولها 5 سنتيمترات في كل واحدة من جهتي رأس الفقمة، فانسحقت جمجمتها على الفور. ثم راحت تلتهم الفقمة هي وصغيراها. العائلة لا تحتمل ضياع أصغر قدر من الدهون. الدببة في مواجهة خصم يصعب هزمه، وهي لا تعرف متى ستجد وجبتها القادمة. في هذه البقاع المهجورة يخوض الدب القطبي والفقمة المحلقة على حد سواء نضالا أبديا من أجل البقاء، صراع يتوازن فيه الضعف مع القوة. لكن قواعد اللعبة تتغير بسرعة، لأن الأرض هي أيضا تشهد تغيرا في قواعد اللعبة. يتبدل المناخ في دائرة القطب الشمالي أكثر من أي مكان آخر في العالم، وقد بدأنا نرى تأثير ذلك، وهو عواقب تدميرية ستتحملها الحيوانات التي تعيش هناك. الثلج يذوب قبل موعد ذوبانه ويعود متأخرا أكثر من ذي قبل، وهذا يعني أن أمام الدببة وقتا أقل كي تصطاد. إن موسم اصطياد الدببة القطبية للفقمات المحلقة قد أصبح قصيرا. على الدببة الآن أن تكون أكثر مهارة في الصيد، ومع التحديات الكبيرة التي تواجه بيئتها، فقد أصبح على الدببة القطبية والفقمات على حد سواء أن تجدد أساليبها لكي تتكيف مع القواعد التي تواجهها ومع لعبة الموت.